لم تتوقع الحكومة العراقية أن يرتفع سقف مطالب المعتصمين والمتظاهرين في محافظة الأنبار ليصل إلى حد المطالبة بإسقاط النظام. في موقع الاعتصام الأجواء مشحونة بمشاعر الغضب تجاه ما يسمونها سياسة الإقصاء والتهميش الممارسة بحقهم. لا يوجد مفاوض عن هذا الشعب، الشعب هو الذي يفاوض والقرار بيد الشعب، والشعب نازل إلى الشارع قال كلمته ضد الظلم وضد الطغيان وضد الطائفية وضد التمييز العنصري. بدأ الاعتصام للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين من أفراد حماية وزير المالية، وتطور لاحقا ليصل إلى المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في السجون الحكومية ومحاسبة مغتصبي السجينات وإنهاء ملفات ما يسمى بالمخبر السري وسياسة مسك الملفات ضد الخصوم السياسيين، مطالب لم تجد آذانا صاغية لها من لدن الحكومة وخاصة في محافظة الأنبار. طب البغداد إن شاء الله، وإذا ما طلعوهم نطلعهم بالقوة. تكبير الله أكبر. احذر غضب الحليم إذا غضب. حقيقة نحن نسعى يعني نقوم ضد كل ظالم. في ساحة الاعتصام رفع علم كردستان العراق، ما يرسم ملامح تحالف مستقبلي حسب مراقبين في مواجهة لم تعد خافية بين رئيس الحكومة نور المالكي وخصومه السياسيين. إيران حضرت على ألسن المحتجين وفي شعاراتهم بعد أن اتهموها بأنها الموجه الخفي لسياسات الحكومة العراقية. سقف مطالب المتظاهرين ارتفع كثيرا عقب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء نسب للمالكي قوله إنه لن يعتذر أبدا عن قرار صدر من القضاء العراقي وقامت الحكومة العراقية بتنفيذه. يوسف الحسيني، سكاي نيوز عربية، من مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار.